بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بشخصي وبصفتي برحب طبعا بقداسة البابا بطرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والجامعة طبعا بتشرف بوجوده. طبعا برحب بسعادة الأساقفة والقساوسة جميعا وممثلي الكنيسة، وأرحب بسعادة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وطبعا كل زملائي أعضاء مجلس الجامعة، سعادة النواب، العمداء، أعضاء هيئة التدريس، وكل ممثلي الجامعة. طبعا السيدات والسادة الحضور، برحب بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة يمكن عيد العلم الرابع لجامعة بني سويف، وعيد العلم بيواكب العيد القومي لمحافظة بني سويف، فيعني بنقول للمحافظة طبعا كل سنة وهي طيبة، وكل أهل بني سويف. احنا طبعا بنتشرف بوجود قداسة البابا تواضروس، وبنتشرف طبعا بمنحه الدكتوراه الفخرية في تعزيز السلم الاجتماعي في مصر. انا في الحقيقة يمكن اتشرفت بدعوة الكنيسة برئاسة قداسة البابا يوم الخميس السابق. يمكن الكنيسة برئاسة قداسته بتتبنى مبادرة بتمثل فعلا مشروع قومي لمصر، اللي هي مبادرة نحو الأمية. أنا يمكن مش هتكلم كتير طبعا فيها، لكن المنهجية المتبعة في نحو الأمية طبعا منهجية غير تقليدية. طبعا كان في بروتوكول تعاون مع كل الجامعات، ويمكن وقع عن الجامعات سعادة الأستاذ دكتور أشرف، وبالفعل للجامعات دور كبير جدا في تفعيل المبادرة اللي تبنتها الكنيسة، اللي هي يعني كانت سباقة في هذا المقام. وده طبعا يعني هو حاجة من ضمن الحاجات اللي قداسة البابا يعني فعلا بيتبناها، ويعني اعتقد يعني المبادرة دي ليها معنى ومغزى كبير جدا، وهيكون ليها مردود وتأثير كبير على البلد. وجامعة بني سويف يمكن على وجه التحديد زي طبعا كل اقرانها في الجامعات الاخرى، ان شاء الله يكون لها دور في تفعيل هذه المبادرة، وان شاء الله نقضي على هذه القضية او المشكلة اللي هي فعلا يعني هيكون ليها ان شاء الله مردود كبير جدا على البلد في جميع المجالات. يمكن حقيقة انا لما حضرت في الكاتدرائية، يمكن كان اللي بيقدم الاحتفالية سعادة الدكتور مجد عزيز، انا اعتقد يعني انه كان بيقدم بامتياز. يعني أنا بنشكره جدا طبعا. يمكن وصف البابا، قداسة البابا وصفه، يمكن أنا فاكر جيدا، يمكن قال حاجتين يعني، قال ماسي الفم وطني القلب. هو في الحقيقة طبعا قداسة البابا حقيقة في سمات وصفات، يمكن يعني حظي إن أنا قابلته أهو مرتين، لكن اصلا انا اعرف البابا من غير حتى ما قابله، يعني بنشوفه بنقرا بنحس طبعا بكل اللي بيقوله. قداسة البابا في صفات كبيرة جدا، يعني رجاحة وحكمة العقل، سماحة القلب طبعا، قوة الشخصية، اعتدال الروح، عمق البصيرة والرؤية، حقيقة حرصه الدائم على تعزيز السلم الاجتماعي. يعني يمكن سعادة النائب ذكر
ان مفيش حد فعلا ينسى القول بتاع وطن بدون كنائس افضل طبعا من كنائس بلا وطن. لكن سعاده البابا ليه حاجات كتيره جدا كلنا يعني حتى يعني في عقولنا كلنا يعني. قداسته قال في دعم الرئيس السيسي، يعني لما جه سعادته طبعا وهنا زملائنا واخواننا المسيحيين بعيد الميلاد، سعادة قداسة البابا قال ان هناك لحظات قصيرة يدوم تأثيرها طويلا، ونصلي من اجل كل من هم في وضع المسؤولية. وطبعا احنا بنصلي ان البابا يبقى يعني فعلا في وضع مسؤولية كبير جدا، ونتمنى يعني انجازات، لان انجازات سعادته وقداسته كتيرة جدا. في سياق التفاؤل والامل الذي شاع من عين قداسته ذكر ان مصر بخير، وهي وطن فريد بين اوطان العالم له جذور واصول وحضارته تشهد بذلك، ولو حاضر حي في تفاعلاته ونشاطاته، وله مستقبل مشرق متجدد ومنطلق، وتاريخه محفوظ في يد عالية تباركه وتحميه من كل شر. إن مصر وطن يستحق أن تنتمي إليه ونفتخر به ونحكي تاريخه لكل العالم. أيضا قول قداسته إن العالم كله في يد الله، أما مصر فهي في قلبه، لذلك تسمى بالمحروسة وأرض الكنانة، وهي كلمة قبطية تعني المكان الآمن الذي تحفظ به الأشياء الثمينة. ينبغي التأكيد أنه كلما قرأنا أو استمعنا إلى أحاديث قداسة البابا نجد في كلماته حب الوطن مفعما حيا، ويرفرف إيمانه بغد مشرف. وتأكيدا على ذلك أوضح قداسة البابا في استقباله في المقر البابوي لرئيس المجلس الأوروبي إننا كمصريين نعيش مع بعض في كل مجالات حياتنا، وإن المشكلات تحل بيننا في إطار الأسرة الواحدة، باعتبار إن مصر وطن ذو نسيج واحد. إن البابا توادرس يشهد عصره إنجازات رائدة، ولا سيما وطنيته وقيم الانتماء والولاء للوطن العريق الذي نعتز جميعا بالانتماء إليه. حقا إن إنجازات البابا ليست للكنيسة أو المسيحيين فحسب، وإنما تمتد لكافة ربوع الوطن. إن قداسة البابا يعمل على نحو متواصل ومستدام لحماية وتعزيز السلم الاجتماعي في مصر وحماية توحده، وتأكيدا على ما جاء على لسان سفير مصر بالإمارات خلال حفل استقبال قداسة البابا بناء على دعوة من أمير دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إننا نتباهى جميعا نحن المصريون إن قداسة البابا توادروس يرأس كنيسة عمرها الآن ما يقرب 20 قرن، كانت خلالها وما زالت مركزا للوحدة الوطنية المصرية، ومدافعة عن المواطنة والدولة المصرية. وهذا أمر يجعل كل مصر وعربي مطمئنا على قوة وصلابة نسيج الأمن المصري ضد قوى الظلام والفرقة، وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، ويديم نعمة الإيمان والاستقرار والتسامح والمحبة والخير. قداسة البابا السيدات والسادة، النهاردة يمكن جامعة بني سويف في عيد العلم الرابع بتتشرف بمنح قداسة البابا الدكتوراه الفخرية في تعزيز السلم الاجتماعي في مصر. وزي ما قال يعني اخر عزيز الدكتور رابح، ان
قداسة البابا يمكن أكبر من دكتوراه فخرية، لكنها هي رمز وتأكيد على إن احنا بلد ذو نسيج واحد. وأنا فعلا لو مسؤول أو ليا سلطة دولية كنت منحت قداسة البابا جايزة نوبل للسلام. حقيقة احنا الجامعة يمكن يعني استقلت عن جامعة القاهرة في اواخر عام 2005، يمكن 10 سنين ان شاء الله يبقى في احتفالية كبيرة بمرور 10 سنين على الجامعة. الجامعة صحيح ناشئة لكنها واحدة في فترة وجيزة. الجامعة أصبح ليها وجود مش بس في يعني الناحية من الناحية المحلية، لا إن شاء الله أصبح ليها وجود كبير إقليميا ودوليا. يمكن في تصنيفات عارفين تصنيفات كتيرة، لكن جامعة بني سويف دخلت في تصنيفات كتيرة. ده طبعا كله يعني أنا أشهد بذلك بفضل رؤساء الجامعة السابقين. يمكن منذ استقلال الجامعة كان عندنا الدكتور أحمد رفعت، ده أستاذ بكلية الحقوق بنفتخر بيه ورمز للجامعة. الدكتور محمد يوسف أستاذ، طبعا أستاذنا بكلية التجارة جامعة القاهرة. يمكن أنا ثالث رئيس جامعة. إن شاء الله هتستمر المسيرة كلنا سلسلة واحدة. الجامعة حققت إنجازات كبيرة جدا في فترة قليلة، ده بفضل طبعا تعاون كل النواب وكل القيادات العمداء في الجامعة وكل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة وكل الإداريين والعاملين في الجامعة وحتى الطلبة. يعني رغم أن جامعة بني سويف يمكن بنقول في إقليم في يعني حساسية، لكن أصلا الجامعة أثبتت خلال الفترة السابقة أن هي من أفضل الجامعات هدوءا وأكثر الجامعات إنجازا. إحنا طبعا يعني أنا بشكر كل الزملاء في الجامعة، لأن لولا تضامنهم وتعاونهم والإدارة المؤسسية ما كانت الجامعة حققت الإنجازات دي في الوقت القصير. إحنا طبعا النهاردة يعني بني سويف تعتبر جامعة بني سويف في عيد بمناسبة تشريف طبعا قداسة البابا للجامعة. بنشكره طبعا على يعني تشريفه للجامعة. طبعا احنا يعني سعداء للغاية، واحنا بنتشرف طبعا بمنح قداسته الدكتوراه الفخرية في تعزيز السلم الاجتماعي في مصر.